عزيزي أو عزيزتي، أنت تتمتع بالكثير بالكثير من الميزات. أنت طيب، أنت طيب جدا بلتي، أنت طيب، طيب العقل، طيب الروح، طيب القلب. أنت عزيزي السفير المحبة والسلام. لماذا؟ لأنك إنساني بزاف، لأنك متعاطف بزاف، متعاطف جدا وحساس، تشعر بالآخرين، تشعر بألمهم، تشعر بحزنهم وتفرح لفرحهم. كذلك أرى أن في داخلك صحوة عميقة جدا، صحوة تجعلك ترى النور، ترى الوضوح في حياتك وتقوي طاقتك الإيجابية. كذلك أرى أن خيالك الواسع يجعلك تسافر، يجعلك تتجول في عالمك الجميل، في عالمك الخاص، تصور صور رائعة مليئة بالألوان، مليئة بالآمال، مليئة بالأفراح، وترى كيف تتحقق أمنياتك. نعم، أنا أراك شخص ناجح جدا. نعم، ناجح جدا مهما كانت وضعيتك، أنا أراك شخص ناجح. فقط عليك أن تصدق ذلك، فقط عليك أن تقوي إيمانك. أريد أن أرى المزيد. أنا الكارتات تكلمني عن الكثير الكثير من النجاح، الكثير من النجاح، لأنك تتمتع بإيمان، بإيمان قوي، بإيمان عميق جدا، إيمان نابع من أعماق الروح. وهذه القوة الطاقية السماوية هي سر نجاحك، سر نجاحك مهنيا، نجاح عاطفي، نجاح دراسي، نجاح عملي، نجاح صحي، في كل النواحي، في كل نواحي حياتك، في كل ما تريده، في كل ما تلمسه. لذلك أرجوك عزيزي، أرجوك عزيزتي، كوني سعيدة، كن سعيدا، لا تقلق، اطرد الطاقة السلبية، اتركها، نعم اتركها واطردها، لا تقلق، افرح مهما كانت وضعيتك، افرحي وارفعي ذبذباتك، كوني سعيدة، كن سعيدا، لا تقلق أبدا. Don't worry, be happy، لا تقلق، كن سعيدا، وسترى كم من الأبواب تفتح لك يا عزيزي. هناك أبواب كثيرة، لكن عليك أن تراها، أن تفتح عينيك. بالنسبة لحياتك العاطفية، هناك شخص يراك كاللؤلؤ السماوية، يراك أرقى وأجمل ما رأت عيناه. أنت بالنسبة لهذا الشخص هدية سماوية، أنت هي قراءة للنساء والرجال، أنت هدية سماوية بالنسبة لهذه المرأة. والأبراج، أبراج نارية، حمل، أسد وقوس، ترابية، عذراء، جدي وثور، وهوائية، ميزان، دلو وجوزاء. هذا الحبيب، دعوني أخبركم أن ما يجول في داخله، ما يجول في أعماق قلبه وروحه وعقله، لا يمكنكم أن تتصوروا مدى جماله، لا يمكنكم أن تتخيلوا ماذا أرى أنا، يعني أنا أراه طاقيا وأرى أشياء جميلة جدا. هذا الشخص جميل جدا، هنا بينكما جاذبية، ربما هناك شخصان في حياتك، لأن أرى هنا شخصان بجوج بهم كيبغيو، أرى هنا ربما رجلين. لكن الذي تسأل عنه في عقله، أنت تسبح في عقله وهو يسبح بك أو يسبح فيك، يراك مختلفة تماما عن الأخريات، ويدرك أن ما يشعر به تجاهك ماشي نورمال، سي با نورمال، غير عادي.
حبيبك لديه أمنية يرغب تحقيقها، أنت كذلك لديك أو لديك أمنية ترغب أن ترغب بتحقيقها. يعني طاقتكما متشابهة، قد يكون توأم شعلتك وتوأم روحك هذا الحبيب، لأن طاقاتكما طاقات قوية، طاقة ذبذباتها عالية. أرى هنا الكثير من الجاذبية والانجذاب والشغف، شغف قوي بزاف. النار، نار روحية ليست فقط جسدية، نار روحية وقلبية وعقلية. استغفر الله يا رب. الحبيب هذا الحبيب هو إذا كانت هناك عقبات وعوائق، هذا الحبيب يتصور معك مستقبل، نعم يتصور معك مستقبل سعيد، مستقبل زاهر ومستقبل مشرق، هذا ما أراه، ما في عقله. الكثير 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 من الجاذبية، لكنه لا يعبر عن مشاعره الحقيقية. لكن هناك أخبار قريبا، أخبار سارة، هناك أفراح، الله الله الله، هناك لقاء مع هذا الحبيب قريبا، هناك لقاء مع هذا الحبيب ولقاء مفرح. نعم، توأم روحك وشعلتك. ربما أنت ترى الأرقام المتكررة 11 أو 111 أو 222 أو 11، شوفوا تتكرر، رقم 11 يتكرر، أو رقم 7 ورقم 4، 77 777 44 444، هذه الأرقام ربما تراها أنت. وإذا كنتم تريدون أن أتكلم عن هذه الأرقام ومعناها السحري والسماوي، اطلبوا ذلك في التعليقات وسأفعل. وخا هناك شيء في حياته يراه أو يسمعه يوميا ويذكره بك يوميا، لدرجة أنه يشعر أنه سيجن لأنها تتكرر. لا أدري ما هو، اسمك أو شيء يتعلق بك، يراه ويسمعه يوميا ويذكره بأنه يحبك، بأنك تعيش في قلبه، وليس في قلبه بل في روحه. وهذا، وربما أنت كذلك تصلك إشارات، تراه، ترى أشياء تتعلق به، اسمه أو لا أدري، تراه أو تسمع أشياء تتعلق بهذا الحبيب ولا تصدق لأنها تتكرر بطريقة غريبة عجيبة، ولا يمكنك تصديق ذلك. وهو كذلك، يعني يحدث له نفس الشيء، أنتم توأم شعلة وتوأم روح، يعني لديكما نفس الطاقة، نفس الطاقة. هذا الحبيب يبكي في خفاء في السر، يرى إشارات، إشارات تدل على أن ما يربطكما قوي جدا وسحري وحقيقي جدا وأبدي، عندكم كارتات روحانية قوية بزاف. لكن هذا الحبيب يحاول تجاهل هذه الإشارات السماوية، لماذا؟ لأنه يشعر أنه غادي يحماق، سيجن من كثرة هذه الإشارات، ويعني شيء يعني لا يمكن تصديقه من الخيال. يحاول تجاهل هذه الإشارات لأنه يشعر أنه سيجن، لا يصدق، لا يصدق، يعني ما لا يصدق ما يحدث له. لكن في الآخر هو كيقول لنفسه، أنت تحبها، أنت تعشقها حقا، أنت تحبها، هذه المرأة أو هذا الرجل يعيش في قلبك، في كيانك، في روحك. يشعر يعني بهذه الجاذبية النارية الشيطانية، وقلت جاذبية ليست جسدية بل جاذبية روحية، روحانية، عقلية، قلبية، ومن كل الأنواع، تفهمون، ليس فقط جسدية، يعني أقوى، يعني نتكلم عن حب سامي سماوي.
الحب حب توأم الروح والشعلة لا مثيل له، حب صافي بزاف. استغفر الله، أريد أن أرى ماذا سيفعل، رغم أني أرى هنا تدخل القوات السماوية، العدل السماوي، العدالة السماوية، وهو كذلك، هو كذلك سيقاوم وسيفعل أشياء. لا تخلوني نزيد. هذا قلت، هذا حبك، هذا الحبيب يتجاهل هذه الإشارات، لكن الإشارات تصر 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 يوميا. لماذا؟ لأن عليه أن يفهم، عليه أن يستيقظ، عليه أن يقاوم العقبات، لأنه يريد تحقيق أمنياته، يريد تحقيق أمنية معك، لكنه يهرب من هذه الإشارات السماوية. لكن هذا الحبيب يقول لنفسه، لماذا؟ لأنه يتألم ويتمزق ويشتاق، يشتاق لنظراتك اللامعة والعميقة وابتسامتك الجميلة. يقول لنفسه كفى، يكفي، كفاك خداعا، كفاك كذبا. يقول لنفسه عليك مقاومة هذه العقبات لتكون سعيدا، لتحقق أمنيتك وحلمك. لأنك أنت، يعني هذا الحبيب يتكلم مع نفسه، عنده مونولوج مع نفسه، لأنه يعاني، يريدك، يحبك، لكن لا يتكلم عن المشاعر، وهو ما في عقله، ما في عقله، يعني إيجابي جدا وجميل جدا. هذا الحبيب يريد أن يحقق كما قلت في البداية أمنية، وهي حياة سعيدة، حياة زاهرة، وحياة مشرقة، وهذا ما سيحدث، هذا ما سيحدث. لذلك أرجوكم كونوا متفائلين، لأنها قراءة سعيدة. ما أجملها من قراءة عزيزي برج الدلو، وما أروعها. لنرى ما هي القراءة، عفوا الرسالة. تتكلم عن التحول وعن التغيير. عبر هذا الحب الجميل الذي يفتح لك ذراعيه، ستتحول شيئا فشيئا إلى نور، ستتحد ستتحد يعني بالطاقة السماوية وبالحكمة، ستتحد، نعم سيحدث هناك. تتكلم عن التوحد، توحد سماوي، وهذا ما يحدث لتوأم الشعلة وتوأم الروح. هناك توحد قريب، هناك اجتماع قريب مع توأمك الله على قراءة، قراءة سحرية وجميلة بزاف. أتمنى لكم الخير، أتمنى أن تستمتعوا بالأمطار السماوية اليوم، أمطار النجوم، وأتمنى لكم الخير والصحة والكثير الكثير من السلام الداخلي والفرح. كنبغيكم، إلى اللقاء وبسلامة.